بسم الله الرحمن الرحيم هذا الرجل المبارك الذي يعمل في حقوق الإنسان وهذه الحقوق الضائعة اليوم لذلك أنا أسميه بحق هو الرجل السلطان ما شاء الله فهو سلطان بمعنى الكلمة سلطان مجاهد يدافع عن حقوق الناس لذلك أسأل الله جل وعلا أن يؤيده وينصره ويوفقه وأن يكتب له الخير في الدنيا وفي الآخرة إنه سميع مجيب وسندعو له في جميع صلواتنا ودعائنا إن شاء الله إن شاء الله, الله ويمكنه الله جل وعلا لفعل الخير فهو عن حق الرجل السلطان سلطان هو سلطان بمعنى الكلمة يا مرحبا مرد سلطان